مرحبا، ستتعلم في هذا الفيديو كيفية إدارة تدفقك المالي. التدفق المالي هو تدفق المال داخل وخارج شركتك. السيولة المالية هي التي تبقي عملك التجاري حياً ومستمراً، وأن تكون قادراً على دفع فواتيرك والتعامل مع التقلبات الموسمية من خلال بيان التدفق المالي هي أحد أهم أدواتك. هذه هي الخطوات الخمسة لإدارة تدفقك المالي: تصنيف نفقاتك على أساس الدفعات الدورية لأعمالك التجارية، تعقب نفقاتك بالتأكد من تدوين وتوثيق كل دفعة عند حدوثها، الحصول على السداد بسرعة من خلال إصدار فواتير بالسرعة الممكنة، وطلب دفعات على الحساب وإرسال الفواتير بالبريد الإلكتروني أو بالبريد السريع، وتقديم حسم مقابل الدفع المبكر وقبول الدفع ببطاقة ائتمان. الاحتفاظ بأموالك لأطول فترة ممكنة بطلب شروط دفع أطول والدفع في وقت متأخر قدر الإمكان، والدفع ببطاقة ائتمان للحصول على فترة سماح ممددة. مراقبة منتظمة من خلال التوقع المالي قصير وطويل الأمد لمساعدتك للتعرف على أي نقص محتمل قبل حدوثه. يقول المثل: النقد هو ملك، لذلك عامله كذلك.